مسيو ميتو ازيك؟ الحمد لله. عندك اخوات؟ الحمد لله يعني بفضل الله. بنات ولا اولاد؟ مخلطين. طيب لو بنات يرضيك ان واحد غريب يخش عليهم ويعيش معاهم في البيت وهم ما يعرفوهوش؟ لا ما يرضينيش طبعا، دي مش اصول. طب ويرضيك يبقى اكل نايم شارب قاعد على قلبهم؟ لا ده يبقى نطع وعايز القتل. اهو انا حاسه بكده بالظبط، انا حاسه بكده. ايوه ايه علاقه اللي انت بتقوليه ده بيا؟ مش فاهم حاجه. انت بتشخر طول الليل. انا بشخر؟ لا ما حصلش. انت شخيرك جايب اخر الشارع. لا دي همسات ليليه. وبعدين حتى لو بشخر ما انا معذور، راجل نايم نومه ما يعلم بيها الا ربنا، اللي ما فيه حته مخده اسند عليها نفوخي، ولا حتى قبل ما نمت عدلوا لي دماغي بكبايه شاي. كبايه شاي ومخده ليه؟ جاي تقضي الويك اند هنا؟ لا بقضي شغلي هنا. بقول لك ايه، سلت بليمتو، روح النهارده بالليل وتعالى بكره الصبح احرس اللي انت عايزه. عايز انام. سلت بليمتو، سلت بليمتو، يا رب خدني يا رب خدني. بقول لك ايه، ما تسمعش كلام. اسمع كلام مين؟ دي اوامر. ايوه جدع، خليك قاعد. انت ممكن تنزل من هنا وتتنتش حته اثار كده ولا كده. انا سمعت كلمه اثار؟ لا لا، ده بيقول لي هاخد بالطار. هاتي الاير بلاكس بتاعتي يلا. ايه البلاكس ده؟ ده حته من الاثار؟ لا ده عايزه كولمان، هي تحبني كده احط لها كولمان جنبها عشان طول الليل تشرب ميه. بس بعد عنك، دي شراقه وطول الليل تجيلها زغطه. يعني هي شراقه ومش عاجبها شخيري؟ طب انا ممكن اقول مش عارفه انام من شرقتها. يا رب صبرني، يا رب صبرني على ما بلتني، يا رب يا رب صبرني. تعالى تعالى اما اعمل لك كوبايه شاي عسل. كوبايه شاي؟ انت منين يا بنت؟